عليكم. الحين انا بسوي مرق دجاجة، هذا موديل جديد. شوف شلون نسوي. اول شيء قصير نضيف خلاص دجاجة، الحين تحطينا شوية كركم، شوية كمون، تنسوا تشيلي خلينا واحد ساعة نقي. الحين يلي سوي مرق دجاجة، شوف موديل جديدة شلون طريقة. خلينا مايا نقي. الحين انا يبي سوي شو نسوي شوفه. الحين كان تحار يهين شوية مواد شوية. يهين فاضي تحطينا ثوم هذا طالع. الحين حطينا بصل، حطينا بهار، حطينا معجون طماطم داخلين. حطينا انت قليتي زيادة، الحين حطينا
طماط، الهن خلينا 5 دقايق تقريبا لين طماط شوية دوبة. جابوا شنو صارت؟ الهن حطينا معه الليمون الأسود شوية ماي شوف الدجاجة اللي حطيته ما في خراب دجاجة الحين خلي تقريبا 30 دقيقة كده طبق دجاجة طبق خلاص حطي خضرة اللي هي شوف مرق دجاجة خلاص الحين هنا يبي يحط خضرة بطاط بامية فلفل فلفل باري باذنجان أنا يبي قلي في الدهن بعدين يبي يحط هنحط خضرة بطاط باذنجان خلي تقريبا 10 دقايق ربع ساعة من خلاص الحين أنا أبي باذنجان في الدهن يبي يقلي الدهن أنا أبي أحط قلي باذنجان 2 فص خلي 10 دقايق تقريبا لين خضرة شوية خلاص دجاجة خلاص شوف دجاجة ما في خربان دوقوها حلو لو